فريق اولمبياكوس موجود، وفرصه كمان نطمن على اولادنا اللي ماشيين بشكل جيد هناك، احمد حسن كوكا وعمرو ورده. اندريا مساء الخير عليك. فاين ان يو. انا بخير وكيف الحمد انا بخير لله. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. اندريا، يعني امبارح كان يوم جميل لينا كمصريين ولكم كمان كيونانيين، التاهل عبر بوابه بي اس في اند هوفن، والهدف يكون من احمد حسن كوكا. يا ريت توصف لي ردود الافعال عندك. Well, it is another great European night for. نعم، هي ليلة أوروبية عظيمة أخرى لكرة القدم اليونانية لفريق أولمبياكوس، وخاصة هذا اللاعب المصري أحمد حسن كوكا الذي يؤدي بشكل جيد جدا، أفضل من العام الماضي. والليلة الماضية سجل هدفا شديد الأهمية، وهو الهدف الأهم في البطولة ولنا. He's very important. وهو لاعب هام جدا لأولمبياكوس. كانت هذه أحد الليالي العظيمة لكرة القدم اليونانية أمام بي اس في ايندهوفن. خليني أسألك عن يعني اللعيبة المصريين لما بيروحوا اليونان، في تألق غير عادي، يعني تألق شديد لمجدي طلبة، لعبد الستار صبري، ل شيكابالا، امير عزمي، عمرو ورده، حسام حسن، ابراهيم حسن، والان احمد حسن كوكا، ومع ذلك لا نجد يعني لاعبين بوفره في الدوري اليوناني، رغم العلاقات الطيبه والعلاقات التاريخيه والتشابه في الاجواء بين البلدين. يعني مش شايف انه امر مثير للدهشه شويه؟ Yes, it is a little bit surprising. نعم، هو أمر عجيب بعض الشيء ومثير للدهشة، ولكن اللاعبين أعتقد أن من المفترض أن يتوافق ويتأقلم اللاعبين المصريين بشكل أفضل في الكرة في اليونان، ونحن متشابهين أيضا في مهارات كرة القدم وشغف كرة القدم. وأعتقد أنك ذكرت أسماء العديد من اللاعبين المصريين الكبار الذين سطروا تاريخا جيدا لهم في كرة القدم اليونانية. وأما أحمد حسن كوكا ووردة الموجودين في الوقت الحالي، هما مثالين للاعبين لديهما هذه الروح والمهارة، مهارة كرة القدم، ولكن في نهاية الأمر يكون رؤيتهم وتوافقهم مع اليونان ككرة قدم وكبلد، وهم لاعبين محترفين في كرة قدم أوروبية أيضا. برأيك يعني من هو اللاعب اللي ترك الأكبر انطباع وأكبر تأثير من المصريين على الملاعب اليونانية؟ أنت ذكرت أسماء لاعبين رائعين. كنت أقوم بمهنتي أو أدي عملي منذ سنوات عديدة، وأتذكر جيدا مجدي طلبة وشيكابالا الذي صنع له تاريخا مع باوك، ولكن الجيل الجديد الحالي من اللاعبين المصريين الذي يستطيع أن أقول عنهم أنهم يعبرون عن أنفسهم بالنتائج التي حققوها مع الفريق الوطني المصري، أعتقد أنهم يقدمون كرة قدم بمهارات عالية، وهي كرة القدم التي تصنع لهم تاريخا كرويا ليس في اليونان فقط ولكن في أوروبا بالكامل. الحمد لله أن الفريق الوطني المصري يؤدي بشكل طيب، إذن كرة القدم المصرية لا زالت تفرز هؤلاء اللاعبين وهذا المستوى من هؤلاء اللاعبين الذين يصلحون للعب في أي فريق في أوروبا. فقط ليس كرة القدم المصرية لا تفرز لاعبين فقط، ولكنها كرة قدم تستطيع أن تنافس على أعلى المستويات وفي كل المستويات الكبيرة، بل أيضا
ايضا في المستويات الاوروبيه في الدوري الاوروبي ودوري ابطال اوروبا. كوكا اصبحت نجاحاته ما شاء الله يعني واضحه للجميع، حتى اذا كان بيشارك احيانا في عدد قليل من المباريات لكنه اهدافه بتسبقه. لكنه ماذا عن عمرو وهبي، عمرو ورده، وخاصه عمرو يعني تنقل بين العديد من الانديه واخيرا استقر في نادي القديم باوكا، هل استقرت الامور بالنسبه له وكل المشاكل اللي كانت محيطه بيه انتهت؟ نعم، اعتقد ان هذا الامر ينطبق عليهما معا، حسن كوكا وعمرو ورده، ولكن الاكثر هو عمرو ورده لانني اعرفه شخصيا. ارى ان كل شيء قد استقر الآن ووجد مكانا أفضل حتى للإقامة، وهو الآن هو يعرف طريقة الحياة اليونانية والحياة الأوروبية ويؤدون كرة قدم جيدة جدا. وربما أرى أن أحد أفضل لاعبي كرة القدم هذا الموسم في اليونان هو أحمد حسن كوكا في الوقت الحالي. الأمر لا يقتصر فقط على أنه يسجل أهداف، ولكنه شديد الأهمية لكل مباريات أولمبياكوس بالتأكيد. بالتأكيد التسجيل الأهداف العظيمة شيء هام جدا وهدف حاسم جدا أن يتأهل أولمبياكوس إلى دور 16 في الدوري الأوروبي، ولكن ليس هذا فقط، لا يسجل أهداف فقط، ولكنه هام جدا للتواصل بين اللاعبين بيدرو مارتينيز وبين المدرب وباقي اللاعبين. أما عمرو وردة فهو مشهور جدا ليس فقط في اليونان ولكن في أوروبا، لأنه واحد من أفضل اللاعبين المصريين العام الماضي هنا في اليونان. بالتأكيد تحرك بين الكثير من الأندية، ولكن أخيرا أرى أنه قد أصبح أكثر نضجا ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن كإنسان. هو أصبح أكثر هدوءا ويعيش الحياة اليومية بروتينها وينمي مهاراته الكروية في الملعب ويلعب بشكل طيب بقميص فريق باوك. هل شايف أنه تألق محمد صلاح وصوله لمصاف النجوم العالمية ألقى الضوء بقوة على الكرة المصرية وعلى المواهب المصرية؟ الكل لا يزال يتحدث عن اللاعبين العظماء الذين لا يزالوا يلعبون، حتى هؤلاء الذين قاربوا الأربعين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكذلك كريستيانو رونالدو. أما محمد صلاح فهو واحد بالتأكيد من أفضل اللاعبين الذين رأيته أثناء لعبه في إيطاليا، لأنني نصف إيطالي. أنا رأيته يلعب لفيرنتينا وروما، وأنا قريب من كوستاس مانولاس الذي حدثني كثيرا عن محمد صلاح. ومنذ أن انتقل إلى ليفربول فقد وفق أوضاعه هناك ووظف مهاراته ونزاهته وشخصيته، وظفهم جميعا للعب لهذا الفريق الكبير. وبالتأكيد بالنسبة للاعبين المصريين، ليس فقط اللاعبين الذين يلعبون معه في الفريق الوطني، هو أيضا مثال يحتذى للاعبين القادمين. وبالتأكيد أنا أعرف أن مصر لديها مهارات كبيرة، لاعبين مهارة كثر في كرة القدم، ومحمد صلاح هو مثال يحتذى كإنسان كشخص ولاعب كرة قدم. ربما هو نموذج يحتذى للاعبين الصغار،
للصغار بشكل عام وليس من يحبون كرة القدم فقط. نعم، من يحبون كرة القدم هو بالنسبة لهم المثل الذي يجب أن يحتذى، أما الآخرين فيحتذون بشخصيته ومثله. سؤالين آخرين. مصر أخيرا بدأ يبقى فيها تعاون كروي، يعني وجود تكيس جونياس، وجود بابا فاسيليوس كمدرب، وجود كمان فازيليوس بوزاس كلاعب في اليونان. هل مقدمة ان احنا يبقى في انفتاح، المدربين اليونانيين واللاعبين اليونانيين يبقوا موجودين في مصر ويزيد عدد اللاعبين المصريين في الدوري اليوناني؟ اولا أريد أن أهنئ تاكيس جونيس وأرسل له بحبي وتقديري على صداقته، وأعتقد أنه واحد من أفضل المدربين اليونانيين في الوقت الحالي. أعتقد أنه قد أدى بشكل طيب في مصر. هو للأسف أننا مستوى التعاون ليس بقدر التقارب، نتشارك في خصائص كثيرة في العديد من الرياضات. مصر لديها الكثير لتعلمه لليونان، واليونان لديها الكثير لتعلمه من مصر، فبالتالي لابد أن يكون هناك صداقة أكبر وقرب أكثر ما بين البلدين وبين اللاعبين في البلدين، وكل من هو مسؤول عن كرة القدم في كلا البلدين لابد أن يكون حريصا على هذا التقارب. الأمر سهل في التشارك في المعرفة والتشارك في كل شيء، ويتبادل المعرفة فيما يعرفونه. من الهم أيضا أن تنمو هذه الصداقة وتتطور وتستمر في مشروع مشتركة بين الكرة المصرية والكرة اليونانية، وأتمنى في يوم ما أن نتنافس مع مصر في كأس العالم. بمناسبة التنافس مع مصر في كأس العالم، يعني اليونان فاجئتنا منذ سنوات بالفوز ببطولة أوروبا الحقيقة، وبنجاح كبير جدا في هذه البطولة. يعني أين اليونان الآن من الكرة العالمية؟ دعني أقول لك أنها فترة مختلفة، مواهب مختلفة، أنواع مختلفة من المواهب وتطور مختلف. كل لاعب وكل مشروع يحتاج لمدير فني جيد جدا ولاعبين جيدين جدا يمكنهم أن يتعاونوا ويعملوا معا من أجل هدف واحد مشترك، والهدف هو أن ننهض مرة أخرى ونتطور مرة أخرى ونصل إلى لما لا نهائي كأس العالم. ولكن نحن في مرحلة انتقالية في كرة القدم اليونانية مع وجود المدير الهولندي، المدير الفني الهولندي فون جوني فان تشيب. الأشياء تتغير، وبعض اللاعبين من الفريق الوطني السابق مثل كوستاس مانولاس وسوكراتيس سيعودون إلى الفريق الوطني. الفريق يحتاج لخبراتهم ويحتاج للفوز، ويستطيعون أن يتواصلوا مع الأجيال الجديدة من لاعبي كرة القدم حتى يمكن أن يصلوا إلى الهدف، وهو الوصول إلى كأس العالم المقبلة. بشكرك شكرا جزيلا أندريا، كنت معنا مباشرة عبر زوم من اليونان. بشكرك شكرا جزيلا، وشكر للزميل العزيز محمد فؤاد اللي عملنا بأعمال الترجمة. خلص، شكرا جزيلا. طيب. Thank you. وحبي كله لمصر وكل المشجعي كرة القدم في مصر. شكرا جزيلا لك. كان مهم أن احنا برضو